أهلا بكم مشاهدينا. تحت رعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، انطلقت منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي بمشاركة ما يقرب من 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة حول العالم، وتستمر خلال الفترة من 16 وحتى 24 من نوفمبر الجاري. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتمت فعاليات مهرجان الشارقة كلبا للجواد العربي في نسخته الأولى بإجراء منافسات اليوم الثالث والختامي بالشوط السادس والأخير والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات بمشاركة 30 مهرًا وإجراء أشواط البطولات الست. احتفاء باليوم العالمي للسكر الذي يصادف 14 من شهر نوفمبر من كل عام، نظمت جمعية أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة سباق الجاري الأزرق كجزء من المبادرة العالمية الدائرة الزرقاء انطلاقا من أمام المدينة الجامعية بالشارقة بمشاركة أكثر من 800 مشارك وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. في الكرة الإماراتية تلعب في هذه اللحظات مباراتان ضمن منافسات كأس الخليج العربي، حيث يستضيف شحتة على ملعبه الشارقة لحساب المجموعة الثانية، وتشير النتيجة إلى تقدم الإعصار الحتاوي بهدف نظيف. هذا ويسعى الشارقة إلى تحقيق الفوز على أمل التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة. ولحساب المجموعة الأولى يأمل العين في تحقيق الفوز على مضيفه الظفرة وفك النقاط المشتركة بينهما، خاصة وأن الزعيم العينوي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن فرسان الغربية، وتشير النتيجة حتى اللحظة إلى تقدم الزعيم العينوي بهدفين نظيفين. ومن كأس الخليج العربي إلى دوري الهواه، وفي ختام منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى تعادل البطائح مع ضيفه دبا الحصن بالنتيجة السلبية ليتقاسم الفريقان صدارة الدوري ب4 نقاط، فيما حقق مصفوت فوزا مثيرا على مضيفه التعاون ب3 أهداف مقابل هدفين، في حين أمطر دبا الفجيرة شباك مضيفه مسافي ب4 أهداف مقابل هدف.